روح لي ديانا، نقول لك صباح الخير ديانا. صباح النور. واحنا متعودين ان نسمع الاخبار الكويسه في الفتره الاخيره، وسمعنا يعني امور كثيره، لكن هل فعلا في لقاحات جديده هذا الاسبوع؟ صباحك. صباح النور خليل وهدى واتينا ايضا. اكيد في عنا اخبار ايجابيه هذا الاسبوع، هالمره من السعوديه. خلينا نتعرف ونشوف تفاصيل هذا الخبر. كما في العالم مشاهدينا، كذلك في السعودية تقوم الجهات المعنية بتواصل جهودها للتصدي لجائحة كورونا كوفيد 19 والبحث عن لقاح. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع شركة كانسينو الصينية، والتي تمكنت أيضا من تطوير لقاح ضد الفيروس، حيث نفذت تجارب للمرحلة الأولى والثانية في الصين. ونظرا لنجاح التجربتان الأولى والثانية واللي ما أظهرته من فاعلية عالية للقاح مع ظهور أجسام مضادة للفيروس ببلازما المتطوعين واستجابة مناعية جيدة، تستعد اليوم السعودية بثلاث مدن رئيسية لتنفيذ وبدء الدراسة التي ستضم 5000 متطوع كحد أدنى من الأصحاء بحسب وزارة الصحة السعودية. وأشارت وزارة الصحة أيضا إلى أن العمل يجري حاليا لتهيئة وإجراء الاستعدادات للبدء في ثلاث مدن رئيسية ضمن أربع تجمعات صحية، هي الرياض والدمام ومكة المكرمة، وذلك في أربع تجمعات صحية أخرى ومستشفيات. معنا عبر سكايب استشاري الصحة العامة وعالم الأوبئة الدكتور مجدي الطوخي. أهلا بك دكتور مجدي. صباح الخير. اليوم يمكن أخبارنا إيجابية، ونحن على مدى الشهور الماضية كنت دائما معنا عم بتواكب كل مستجدات فيروس كورونا والجائحة، ولكن اليوم خبرنا غير. كلمنا أكثر عن أهمية توصل السعودية للمرحلة الثالثة من التجارب للقاح ضد فيروس كورونا. ما هي أهمية هاي المرحلة بالنسبة لحل المشكلة من جذورها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إنتاج لقاح أو مصل هو يعتبر من أعقد الأمور البيولوجية اللي تتم في المعامل، وهي عملية معقدة تأخذ وقت طويل في العادة بين 4 إلى 5 سنوات لأي مصل أو أي لقاح. وبالتالي ما تم الآن أو ما يتم في العالم من تسرع وإسراع وبذل كبير بذل مهام كبيرة ووضع أموال ضخمة للإسراع في إنتاج المصل، هذا يعتبر إنجاز كبير للمملكة ولجهود وزارة الصحة. وبالتالي الآن إحنا في تحدي كبير للحصول على مصل آمن وصحي جيد. يعني المهم في المصل إنتاج يكون في نتأكد أنه آمن، لأنه استعمال الأمصال عادة من كان فيها أي شوائب أو أي مشاكل غير أمنية وصحية بتسبب مشاكل في المواليد وغيره. وبالتالي الخطوة اللي قامت بها المملكة وزارة الصحة هي خطوة جريئة ومهمة لمواجهة التحدي اللي حاصل الآن في المملكة والعالم، على الرغم أنه الاحتياطات الاحترازية والصحية في المملكة قوية، وهناك انخفاض في عدد الحالات المسجلة وعدد الحالات الحرجة وأيضا عدد الوفيات، هذه عامل إيجابي. لكن الحل الأخير في ظل عدم وجود عقار أو دواء صريح لمعالجة الكورونا أو كوفيد 19 هو إنتاج المصل. وبالتالي الإسراع في الخطوة المرحلة الثالثة، زي ما تفضلتي أنه المرحلة الأولى والثانية تمت فيها الصين، والمرحلة الثالثة بتتم الآن على 5000 متطوع كحد أدنى. وبالتالي حيكون بيقسموهم إلى دفعتين، دفعة بتاخذ اللي بيسموه البلاسيبو أو والدفعة الأخرى بتأخذ جرعات منخفضة. هذا مهم جدا أولا للسلوك النفسي والراحة النفسية للمواطن، وبالتالي بيؤدي إلى ارتياح كبير أنه على الأقل هناك جهود مبذولة واحتمال يكون مصل
في القريب العاجل. وبدأنا يعني بدأت أخبار اللقاحات تتوارد يعني كل يوم بيوم من دول عدة وكافة أنحاء يعني كافة الدول في العالم تحاول للتوصل لهذا اللقاح. اليوم بالنسبة للنظريات الأخيرة وبعض نتائج الدراسات اللي أثبتت تحور الفيروس في الأشهر الأخيرة، هل يؤثر ذلك على فاعلية اللقاح أم أنه التحور هو بسيط عبارة عن عدد قليل من أحرفه الوراثية ولا يؤثر على فاعلية اللقاح؟ هذا صحيح، التحور هو بسيط وهناك كثير من المصابين تكونت عندهم طبعا مناعة نتيجة لوجود الأجسام المضادة والإصابة، وهناك يعني مناعة بتتم تلقائيا كما ذكرنا سابقا من المصابين بالإنفلونزا العادية، لأنه الكورونا وأخواتها، هناك ثلاث أنواع من الكورونا، المارس والكوفيد والسارز، وهناك أيضا أربع أنواع من الإنفلونزا الموسمية تشترك مع الكورونا في نفس الصفات، وبالتالي من أصيب بالإنفلونزا العادية أو الموسمية بتتولد عنده شبه مناعة وبتكون عنده أجسام مضادة، وبالتالي بيكون الإصابة خفيفة. وهذا تفسير ما يحصل الآن، كثير من الناس تتساءل ليش هذا الشخص عنده إصابة خفيفة والثاني متوسط أو كثير. دكتور، تأكيدا على كلامك، البارحة ورد بحث مفصل في إحدى الصحف العالمية نيويورك تايمز، ورد فيه خبر أنه الأشخاص اللي أخذوا لقاح الإنفلونزا في الموسم اللي قبل كوفيد 19 بدت عليهم أعراض كوفيد 19 خفيفة نوعا ما. اليوم ماذا تقول دكتور للأشخاص اللي ممكن أنه تتردد بتلقي هذا اللقاح في حال التوصل له بعد أشهر قليلة أو في نهاية العام كالمتوقع يعني؟ حقيقة الأمر أنا أنصح نفسي والآخرين أنه لا نتردد في أخذ اللقاح ما دام أعلن ومن الجهات الرسمية ووزارات الصحة أو هيئة الغذاء والدواء أنه هذا العقار آمن وتمت تجربته، وبتكون مسؤولية استعمال العقار على الجهات الرسمية، ولا أتوقع أنه أي جهة رسمية في أي دولة أنها تصدر بيان أنه العقار آمن وجاهز للاستعمال إلا بعد التأكد 100% أنه هذا العقار. بعد كم شهر تقريبا يحدث هذا الكلام دكتور مجدي؟ أنا أتوقع، نعم أتوقع أنه العقار قد يكون جاهز في بداية الربع الأول من 2021. نعم 2021. وهذا هو يعني الجواب المنطقي لأغلب العلماء أيضا يؤكدون عليه اليوم. نحن دكتور تكلمنا معك منذ أكثر من شهر، ولكن اليوم فعليا يصح القول بأنه العالم يقترب أكثر فأكثر من إيجاد هذا اللقاح. أنت اليوم كعالم أوبئة، هل ترى نهاية الفيروس قريبة مقارنة بالست شهور الماضية؟ والله ديانا أنا قلت لك سابق، أيوة قلت لك سابقا في رمضان أنه أتوقع أنه الفيروس يضعف بنهاية ديسمبر 2020، وفي الربع الأول والربع والنصف الأول من 2021 يبدأ يضعف الفيروس وتبدأ تتكون مناعة شاملة عند الناس، وبالتالي قد يكون إصابات لكن راح تخف الإصابات أتوقع إن شاء الله بحول الله مع بداية النصف الأول من عام 2020. يجب أن نكون متفائلين ويكون هناك همة عالية، لأنه التراخي والتشاؤم ما هو مطلوب في المرحلة. ما أقدر أقول أنه هو يعني ينتهي يعني إلى مرحلة الصفر، لكن أقدر أقول إن شاء الله أنه يعني يخف حدة الإصابات ويضعف الفيروس مع الأشهر القادمة. طبعا مع تطبيق كل الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية مشاهدينا. طبعا شكرا لك دكتور، كان معنا عبر سكايب استشاري الصحة العامة وعالم أوبئة دكتور مجدي طوخي، شكرا كثير لك على مداخلتك اليوم وإعطائنا كل هذه التفاصيل.